قاعدة كاشان. في هذه القاعدة الجوية شمال أصفهان، كما تظهر صور الأقمار الصناعية، يتم تدريب وكلاء إيران في المنطقة على شن الهجمات بالمسيرات المفخخة. هذا ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في مؤتمره الصحفي. إيران تستخدم قاعدة كاشان الجوية الواقعة شمال أصفهان لتدريب عناصر إرهابية من اليمن والعراق وسوريا ولبنان لاستخدام طائرات من دون طيار إيرانية الصنع، كما تحاول إيران نقل المعرفة لتصنيع تلك التقنية إلى قطاع غزة. غانتس الذي كشف النقاب عن أنظمة المسيرات التابعة لإيران عقب استهداف قاعدة في كردستان تحوي قوات أمريكية، هدد قائلا إنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات ضد إيران، وندعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات عليها. فإيران دأبت على استخدام المسيرات ضد أهداف في المنطقة منذ عام 2004، ذلك كجزء من استراتيجيتها في حرب العصابات لتعويض ثغرات عسكرية تكنولوجية من دون تركيب بصمات واضحة لتورطها. وكان حذر قائد المنطقة المركزية الوسطى كينيث ماكنزي، حذر في أبريل من أن إيران باتت موطئ قدم لتصنيع وانتشار المسيرات المفخخة في المنطقة. شيلان فطيري، الحدث.